أنوار التانوسي منسق الفرع المحلي للجمعية الوطنية للتخليص من مخاطر المخدرات بالناظور. في إطار الحملة الوطنية للتحسيس والكشف عن فيروس الالتهاب الوبائي الكبدي السي، حصريا تمكنت مدينة الناظور من انتزاع علاج دواء هذا الفيروس. هذا أول دواء كيتعطى، هو هذا الدواء هذا اللي تعطى في مدينة الناظور منذ أسبوع ونيف. كاينه حملة ديال الكشف هنايا في مركز طب الإدمان بالناظور، وأخيرا بعد مطلب دام 10 سنوات ونيف تم الوصول إلى التكفل بمرضى الالتهاب الوبائي الكبدي السي. هانئا لنا، كنشكروا اسم وزارة الصحة وكذلك كل المساهمين في هذا المضمار هذا. هنيئا لنا ولكل الجمعيات الموضوعاتيه، هنيئا للجمعيه الوطنيه للتقليص من مخاطر المخدرات. شكون هي الفئه المستهدفه من هذه الحمله؟ الحمله انطلقت منذ اسبوع. الفئه المستهدفه من هذه الحمله والمهتمه هما مستفيدي الجمعيه الوطنيه اللي هما متعاطي المخدرات عن طريق الحقن بالاقليم ديال الناظور ككل. لا يخفى عليكم زعما بما انه تطرح هذا السؤال، انه المدينه ديال الناظور في الدراسه البيوسلوكيه لوزاره الصحه منذ 2015 هي المدينه اللي كتعرف اكبر نسبه من الاصابه بهذا الفيروس هذا، بهذا الوباء هذا اللي هو الالتهاب الكبدي الوبائي، لدى وسط الفئه ديال متعاطي المخدرات اللي هي هذه الفئه اللي كتعتبر من الفئات الاكثر عرضه، من الفئات المفتاحيه الاكثر عرضه بالاصابه. وبالتالي منذ سنوات كان مطلب للجمعيات الموضوعاتيه من ضمنها الجمعيه الوطنيه ضروره الوصول لهذا العلاج، اللي هو واحد العلاج اللي كان بعيد المنال بسبب تضافر الجهود، واخيرا تم الوصول لهذا الحق في التطبيق. في المغرب انه الدواء كان غالي، كان صعب يعني باش الانسان يتحصل عليه، كان الثمن ديالو بالفعل طم في الالتهاب الكبدي الوبائي انه كان حقا طبقيا مرتبط بالفئات الميسوره، وبالتالي الفئات المفتاحيه اللي هي متعاطي المخدرات هي فئات اللي كتعاني من الهشاشه، ما كانش زعما من السهل عليها انها توصل لهذا العلاج اللي كان الثمن ديالو تقريبا 6000 درهم العلبه الواحده، ويحتاج كل مريض الى 3 علب، يعني 18000 درهم اضافه لواحد الجمله ديال التحاليل اللي كتوصل ل 7000 درهم، يعني واحد 25000 درهم من اجل الوصول يتسمى العلاج اللي كانت حرم كاع الفئات الهشه، من بينها طبعا متعاطي المخدرات المحقونه من حقها في العلاج. بالنسبة للمدينة ديال الناظور، هي واحد المدينة اللي كتعرف تعاطي ارتفاع ديال تعاطي المخدرات عن طريق الحقن. من بين الأسباب ديال تعاطي المخدرات عن طريق الحقن وليس كلها، أنه كاين مخدرات هنايا ذات جودة سيئة، وبالتالي طبعا أنا ما غندخلش معاك بالأمور التقنية ديال الإدمان، ولكن تسمى كاين واحد الحاجه اللي كنسميوها لو توليرونس، درجه تسامح الجسم مع الماده المخدره. عندما تكون ماده مخدره سيئه الانسان في الحاله ديال الادمان كنسميوها يتسمى قرص نشين السمازيق مونو المخدرات، الحاله ديال المونو ما كتجاوبلوش المخدرات السيئه ذات الجوده السيئه على ديك الحاله ديال المونو، اللي هي كتكون يا اما نفسيه يا اما عضويه على حسب المخدر المستعمل. وبالتالي كيتغير طريقه التعاطي الاقصها اللي هي طريقه التعاطي عن طريق الحقن. مسلكيه التعاطي كان هناك مسلكيات ذات خطر، وحنا في الجمعيه اللي هي الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات كنعملوا فهاد المضمار هذا لتقليص الخطر. من بين زعما مسلكيات ذات الخطر هي المشاركة ديال أدوات الحقن. ها هي علاش ارتفع عندنا في الإقليم ديال الناظور من زمان، هذا الشيء ماشي وليد اللحظة، النسبة ديال المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي كانت مشاركة ديال أدوات الحقن. علاش كانت مشاركة ديال أدوات الحقن؟ مجموعة ديال الحوايج الاجتماعية إلى غير ذلك، قابل انه
الناس ما كانش تحسيس ووعي بهذا المقاربه هذه، وبالتالي هذا المتعاطي المخدرات حتى الا كان كيمشي حتى للصيدليه زعما الصيدلي ما كانش كيبغي شي زمان طبعا يبيع له حتى الحقنه باش ما يزيدش ظنا منه انه غادي يزيد يساعده في التعاطي المخدرات، وبالتالي كان هذا المتعاطي كيشرك ادوات الحقن مع متعاطي اخر وكثرت ارتفع النسبه للعدوى. لا ماشي علاش الجمعيه الوطنيه لتخليص المخاطر المخدرات هي الجمعيه الوحيده اللي كتبنى واحد المقاربه علميه اللي هي مقاربه تخليص المخاطر. مقاربه تخليص المخاطر هي واحد المقاربه عالميه وفي افريقيا وفي منطقه ميناء اللي هي منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. كان المغرب من السباقين للتبني ديال هذه المقاربه وتبنتها وزاره ديال الصحه في الناظور الجمعيه الوحيده اللي كتبناها، بل اكثر من ذلك اللي ساهمت من اجل انه الدوله تبنات زعما المؤسسات الوصيه تبنى هذه المقاربه هي الجمعيه الوطنيه لتخليص المخاطر المخدرات. هنا الجمعيه كنعيشوا المآسي ديال المتعاطين من المهد مع العائلات ديالهم مع المحيط ديالهم. واحد الجمعيه اللي في المضمار زعما كتشتغل في مركز طب الادمان، ولكن كذلك كتشتغل مع متعاطي المخدرات في المواقع ديال التعاطي ديال المخدرات. واحد العمل يومي اللي نقدروا ندقوا ناقوس الفرح، هذا الشيء اللي نقدروا ندقوا لحقاش اخيرا بعد 10 سنوات ونيف من نداءات واخيرا هذه الفئات الهشه وصلت لهذا العلاج هذا، وبالتالي ما يمكنش نوري لك تسمى الغبطه هنيئا لنا. واكثر ما يغبط انه في المغرب كامل الناظور هي اول مدينه كيتعطى فيها العلاج ديال الالتهاب الكبدي الوبائي. فشكرا لكل من ساهم وشكرا لكل من غطى انتم كذلك، هنيئا لنا جميعا. الوصيه الاخيره انهم بين الاسباب اللي كتساهم في التعاطي الاستمرار ديال المتعاطي المخدرات في التعاطي المخدرات، واحد المساله اللي كنسميوها حنايا الوصم، ونحن هنايا في الجمعيه الوطنيه من اجل مناهضه الوصم. شنو هي هذا الوصم؟ هذا المتعاطي المخدرات هذا المتعاطي ماشي نزل من السماء، هذا راه ولدنا خونا صاحبنا صديقنا زميلنا جارنا، هو واحد الانسان اللي كيتمتع بالحقوق المواطنه ديالو كامل. من الواجب علينا كاملين اننا نشدو في يديه ونعاونوه. ما حد المتعاطي المخدره كيتقصى وكنشوفوا فيه بنظره دونيه، غنكونوا مساهمين في الوضع ديال المتعاطي المخدرات اللي كيعرف حالات ديال الوفيات يوميه في العالم ككل، بما في ذلك مدينه الناظور اللي كتعرف حالات ديال الجرعه الوفاه بسبب الجرعه الزائده. الدور ديالنا نديروا يد في يدها هي الجمعيه الوطنيه لتخليص مخاطر المخدرات فرع الناظور، ماده يدها لكاع الاطراف، ماده يدها وكتصرخ باليد الممدوده، احنا يدنا ممدوده من اجل مدينه الناظور بدون مخدرات. وشكرا لكم. زول تحيه للجميع. تقليص الناظور سيتي في المواكبه الاعلاميه العمل يتوقع النهار كيش معركه وطنيه، اعتبروها معركه وطنيه، يجي الحمله قناص الكشف السريع التحسيس الالتهاب الكبد الفيروسي من نوع سي، باش تستنى منه المغرب وكذلك مدينه الناظور اقليم الناظور يوظف هذه الحمله ما يقارب يجي الاسبوع شويه نوستان نبدا هذه الحمله. والحمد لله نهارا توان فخورين جدا انه اول غيكسين الدواء اللي باتيتيس مش قانس يعني كما هو متداول غنغطاس في مدينه الناظور في اقليم الناظور تغدي في مدينه الناظور. من يوجد استشهاد من فراغ يسجل المجهود جبار يثقل مر الاطراف المتدخله في الحمله ثانيه. نشين ديال الجمعيه الوطنيه للتقليص من المخاطر المخدرات فرع الناظور تغنتواجد زي نهار مزوار لعل مستوى الكشف نبدا نتك التحاليل للمستفيدين للمستفيدات غادي تسنغ سنترو تغادي ني مجموعا الحالات الايجابيه تغا لزامن علينا الموقع النغ هو اثناوي غسبيطار حمى عاود التحليل حمى السنن الحموله الفيروسيه نسن ماذا يسن ما ولا يسن شاق. وكذلك بعد ذلك بعد ما تاكد انه قام مجموعه نيوذاني جديسن الفيروس اللي باتيت سي توي خصنا راح غا طبيبتي جمس اولى يجن سلمين باراونيتان. نشكر الطاس الدكتوره
حافظة أفقير مرة الأطون وزارات الصحة أونكاجان ديال العملية ثانية تاخد المجهود الجبار الاستثنائي ديال المرحلة ثانية اليوم مش تسمي غتجينا هي معركة يخصها ديسنا ربح مرة حومة يثمثن غدي يسمثن غدي حامل الفيروس لباتيت سي إن شاء الله هذيك كنفان وكذلك حتى يوذان ذي ويتينشا التسنسيبيليزان أتفهمن الآليات زي ممكن أتحماني خفنسن باش وكسين بول فيروسا وانيتا ممش نيغ أولي العملية ثانية تيري مجموعة عن التحاليل تيري مجموعة عن الكونسلتاسيو ميديكال أرغن أوض غا تخيطمو زلمين بارا وانيتا قاقية ثمثن غدي ثمثن غمارة أنه يخسن وشفوسي ويويا أنه شفوسي يوذاني جا يمكن أريس نيري الفيروسا وانيتا فيروسا وش نحاج تعاود يجد أنا تشكل فوبيا أنا تشكل شغل الخاطر زعما نسيس نقود الفيروس غاس تخيطمون سأثنسو كما قاريت مثلا غي سماثنا غي جا قد تبع العلاج الأهمية للمحافظة داخل العلاج لأنه الدوايا يجن الوقت تغاث جد مكلف تغوجبون مارا يوغن زما غصوضا نهارا نيوض أذيري بطر لا على المستوى التحاليل لا على المستوى الدواء ما عليهم إلا أحتار من تخيط منصن يتجاذي سترت شهر أثسون أنعود التحاليل إن شاء الله النسبة أني تغيجان الحامل الفيروس أذيري فخور جدا زي الموقعينو ونيري فخورين مرة حوما ناوض غا إن شاء الله مرة ينسوين الدواء أذي الجنفان أنصنقص الإصابة وصل المناسبة كذلك وختاما قد غطى سطة سيت مثلا غدي نادور سيتي لأنه عبرهم نتوجه رسائل التحسيس للوقاية وكذلك أيث مثلا تعتبر الشركاء للعمل لأنه عبرهم نسكم مجموعة براثين أثقظوا مطس.